السلام عليكم خواتي الأعزاز، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جمعة مباركة خواتي، اليوم رانا 20 ماي 2022، راهي 7:58 دقيقة. دخلت لهذا المدينة هذه ولا هذا الشطاط كما يقولوا بالألماني ولا هذا الدوار الصغير هذا، قلت والله غير حبيت نبارطاجي هذه، قلت لكم انا خاوتي وين نكون فرحان نجيبكم معايا باش تكونوا فرحانين كيما انايا. شوفوا برك خاوتي كيفاش مدينة صغيرة، قرية تقريبا، قرية صغيرة خاوتي، كيفاش منقيينها، كيفاش مسقمينها، شويه من البلديه وشويه من الشعب، كل واحد ينقي قدام داره، والبلديه ثاني الله يبارك تنقي. ودي خطط الله تزعف كي تشوف هكذا، ماشي تزعف تزعف، ما انت تحب، انت تحب بلادك تكون كيما هكذا خاوتي، انت ماذا بيا انا بلادي تكون هكذا زينة البلدان، تولي شابه هكذا والاخضرار داير حاله وكاع وكل شيء. انا المره الاخرانيه كنت في الجزائر، والله اكرمكم والله ولا حاشاكم، الزباله ما كاش وين نرميها، هذوك اللي هذوك الصلاحين ولا النظافين اللي نقولوا لهم احنا دايرين اضراب ولا ما بايش، انا ياكي ماشي اضراب، قال لك خسر لهم الكامي والبلديه ما خدمت لهمش. يا اقسم بالله العظيم غير عشيت انا نرفد حاشاكم لابوبال ونديها انايا، نديها لواحد البلاصه يرموا فيها لابوبال. انا عندي طوموبيل معليش، واللي ما عندوش طوموبيل مسكين كيف هيدير. المهم الله يجيب الخير خاوتي وربي يحفظ الجميع، ان شاء الله بلادنا تولي زينة البلدان، وهذه هي ما نحصلوش في بعضانا، كل واحد يدبر راسه، كل واحد يسي يخدم الحاجة اللي يقدر عليها. انت تقدر تصلح قدام دارك اصلح، انت تقدر تصلح قدام جارك اصلح، ما تقدرش امو ما تفسدش امو تروح بلاصة. شوفوا الاخضرار منه من خاوتي، هذو الناس يجوا يحوسوا هنايا يجيب معاه حاجته ويرجع حاشاكم ياكل الزبل تاعو ويرجعوا معاه ما يرميش. راك تشوفوا لا صاشي لا كارط لا تراب لا والو. ربي يحفظ الجميع خاوتي وربي يعطيكم الخير. المهم حبيت قلت لكم انايا بلاصه شابه، حبيت نجيب خاوتي معايا ثاني يتمنظروا شويه. الله يبارك ما شاء الله، بلاصه زينه هذه. انا راني خارج هكذا لوطوروت، باسكو البلاصه اللي مول نخرج منها لوطوروت، كنت في فرايبورغ اليوم صليت الجمعه، وباش نخرج لوطوروت الطريق هذيك اللي تدي لوطوروت راهم يعاودوا فيها هم على، وبالتالي هكذا خاوتي بدلت الطريق. هاليك الطريق اللي تدي لسويسرا بازل وتدي لكارسرو، معناتها طريق هولندا. المهم صلوا على رسول الله. من خاوتي خرج لوطوروت باش تخرج تروح لكارلسروة، وانا وين نسكن في لارشفارتسفالد طريق كارلسروة. وهاي لوطوروت الزينة، اصبر شنو نعاود نرجع منزوميوش بزاف، نزوميو غير شوية. هاديك ثاني خاوتي هذه الطريقة هذه ما شاء الله. هيا خاوتي الألمان كاع كيف كيف، وشنو حنايا خاوتي البادن فيرتمبرغ وين نسكن انا، الولاية اللي نسكن فيها انايا فيها الغابة السوداء، هي والبايرن يعقب عليهم تعقب عليهم الغابة السوداء، على بها حنا عندنا شوية اخضرار زايد. مي خاوتي نتمناها لأي واحد خاوتي يكون معايا ويحوس معايا. الله يعطيكم الخير وربي يحفظكم، جزاكم الله خير، تهلاو في رواحتكم، صلوا على رسول الله. خاوتي برك نزومي لكم، راني حاب نزومي لكم على الاخضرار برك. ها ولك الاخضرار ما يخلصش خاوتي، راك تشوفوا فيه ما يخلصش. المهم خاوتي وش نقول لكم، تهلاو في رواحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، ونتلاقاو في ساعه زينه يا الناس الزينين. السلام عليكم. لوطوروت في الالمان والاخضرار، صلوا على رسول الله وجمعه مباركه. دعونا معكم، اضربوا لنا لايك، دعم خوك، تلاقوا في ساعه زينه يا ناس الزينين. المنظر الشباب هذا يستاهل عيونكم،
وانا ونكون مرتاح خاوتي نحب نجيب حبابي وخاوتي معايا، صحابي تاع فيسبوك تاع اليوتيوب تاع تيك توك تاع انستغرام، وانا نروح نديكم معايا خاوتي. ربي يحفظ الجميع وصلوا على رسول الله دائما وابدا. هذا سويسري حبيبنا طلع لهولندا، هذه الوطورات طلع لهولندا خاوتي. يلا صلوا على رسول الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام. السلام عليكم خاوتي العزاز، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جمعة مباركة خوتي، اليوم رانا 20 ماي 2022، راهي 7:58. دخلت لهذا المدينة هذه ولا هذا الشطاط كما يقولوا بالألماني ولا هذا الدوار الصغير هذا، قلت والله غير حبيت نبارطاجي هذه، قلت لكم انا خاوتي وين نكون فرحان نجيبكم معايا باش تكونوا فرحانين كيما انايا. شوفوا برك خاوتي كيفاش مدينه صغيره، قريه تقريبا، قريه صغيره خاوتي، كيفاش منقيينها كيفاش مسقمينها، شويه من البلديه وشويه من الشعب، كل واحد ينقي قدام داره والبلديه ثاني الله يبارك تنقي. ودي خطط والله تزعف كي تشوف هكذا، ماشي تزعف تزعف، ما انت تحب، انت تحب بلادك تكون كيما هكذا خاوتي، انت ماذا بيا انا بلادي تكون هكذا زينة البلدان، تولي شابة هكذا والاخضرار داير حالة وكاع وكل شيء. انا المرة الاخرانية كنت في الجزائر، والله اكرمكم والله ولا حاشاكم، الزبالة ما كاش وين نرميها، هذوك اللي هذوك الصلاحين ولا النظافين يقولوا لهم احنا دايرين اضراب ولا ما بايش، انا ياكي ماشي اضراب، قال لك خسر لهم الكامي والبلديه ما خدمت لهمش. يا اقسم بالله العظيم غير عشيت انا نرفد حشاكم لابوبيل ونديها انايا، نديها لواحد البلاصه يرموا فيها لابوبيل. انا عندي طوموبيل معليش، واللي ما عندوش طوموبيل مسكين كيفاه يدير؟ المهم الله يجيب الخير خاوتي وربي يحفظ الجميع، ان شاء الله بلادنا تولي زينه البلدان، وهذه هي ما نحصلوش في بعضانا، كل واحد يدبر راسه، كل واحد يسي يخدم الحاجة اللي يقدر عليها. انت تقدر تصلح قدام دارك اصلح، انت تقدر تصلح قدام جارك اصلح، ما تقدرش امو ما تفسدش، امو تروح بلاصة شوك. شوفوا الاخضرار منه من خاوتي، هذو الناس يجوا يحوسوا هنا يجيب معه حاجته يرجع حاشاكم ياكل الزبل تاعه ويرجعوا معه ما يرميهش. شوفوا لا صاشي لا كارط لا تراب لا والو، ربي يحفظ الجميع خاوتي وربي يعطيكم الخير. المهم حبيت قلت لكم انا يا بلاصه شابه حبيت نجيب خاوتي معايا ثاني يتمنظروا شويه، الله يبارك ما شاء الله بلاصه زينه هذه. انا راني خارج هكذا لوطوروت، شكون البلاصه اللي مول نخرج منها لوطوروت، كنت في فرايبورغ اليوم صليت الجمعه، وباش نخرج لوطوروت الطريق هذيك اللي تدي لوطوروت راهم يعاودوا فيها هما لا، وبالتالي هكذا خاوتي بدلت الطريق. هاليك الطريق اللي تدي لسويسرا بازل وتدي لكارسرو معناتها طريق هولندا. المهم صلوا على رسول الله، منا خاوتي خرج اللوطوروت باش تخرج تروح لكارسرو، وانا ونسكن في لارش فارتسفال طريق كارسرو. هاي لوطوروت الزينة، اصبر شنا نعاود نرجع منزوميوش بزاف، نزوميو غير شوية. هاديك ثاني خوتي هذي الطريقة هذي ما شاء الله، هيا خوتي الألمان كاع كيف كيف ها، وشنو حنايا خوتي البادن فيرتمبرغ وين نسكن أنا، الولاية اللي نسكن فيها أنايا فيها الغابة السوداء، هي والبايرن يعقب عليهم تعقب عليهم الغابة السوداء، على بيها حنا عندنا شوية اخضرار زايد. مي خاوتي نتمنى لأي واحد خاوتي يكون معايا ويحوس معايا، الله يعطيكم الخير وربي يحفظكم جزاكم الله خير. تهلاو في رواحتكم صلوا على رسول الله خاوتي، برك نزومي لكم، راني حاب نزومي لكم على الإخضرار برك.
ولك الخضيره ما يخلصش خاوتي، راك تشوفوا فيه ما يخلص. المهم خاوتي واش نقول لكم، تهلاو في رواحتكم، نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، ونتلاقاو في ساعه زينه يا الناس الزينين. السلام عليكم.